السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبابنا الكرام، طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا مجلس جديد من مجالس دبلومة النحو والصرف ألفية ابن مالك تحفيظا وشرحا موجزا، وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند البيت 35 من الألفية، حيث يقول إمامنا رحمة الله عليه: وارفع بواو وبياء أجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. وارفع بواو وبيجرر وانصبي، وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. وارفع بواو وبيجرر وانصبي، وارفع بواو وبيجرر وانصبي، وارفع بواو وبيجرر وانصبي. وارفع بواو وبيجرر وانصبي، 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 وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. وارفع بواو وبيجر 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 وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. شيخ علي، شيخ علي أجلوز، تفضل. نعم يا شيخ. بسم نعم الله يا شيخ. تفضل يا شيخ. انصبي سالم جمع عامل ومذنب. ارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامل ومذنب. ارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامل ومذنب. ارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامل ومذنب. تمام، بارك الله فيك. نكتب إن شاء الله: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. نعم، هل كتبت يا شيخ علي؟ اختم ولا نعم يا اخي. نقرأ يلا، اذا كنت حفظت بهذه الطريقة سمع تسميعا اوليا هنا الان ان شاء الله. نعم. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامل ومذنب. تمام، بارك الله فيك. طيب، اذا وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. وشبه ذين وبه عشرون، وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. وشبه ذين وبه عشرون، وشبه ذين وبه عشرون، وشبه ذين وبه عشرون، وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. وشبه ذين وبه عشرون، وشبه ذين وبه. أم ولا، أنت معنا جديدة إن شاء الله، اكتبي هنا مؤقتا بيتا بيتا هكذا بعد أن نتم الحفظ، ثم بعد ذلك تواصلي معي عبر الواتساب وسمعي الأبيات الحالية والسابقة إن شاء الله. وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. 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 شيخ علي تفضل.
أم وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون، وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون، وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون، وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. تمام، الله يفتح عليك، نكتب إن شاء الله. الذي نحن فيه أم ولا، احنا الآن البيت 35 والبيت 36. تفضل يا شيخ علي. وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون. تمام، بارك الله فيك. أمشي. ثم قال: قلوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون، 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 أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. تفضل يا شيخ علي. نعم. أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون، 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 أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. تمام، بارك الله فيك. نكتب: أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. تفضل يا شيخ علي. نعم. أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. بارك الله فيك. عفوا، اليوم احنا بنمشي بسرعة لأننا متأخرون، ولأني دخلت متأخرا بسبب بعض الأمور الطارئة. بارك الله فيكم. مرحبا بشيخنا الحبيب الشيخ حفيظ، أنا رأيته، حفظكم الله. إن شاء الله نأخذ كمان، نأخذ بيتين أيضا ثم يشرح شيخنا الحبيب. وبابه ومثل حين قد يرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد. شيخ علي. نعم. وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يطرد،
وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد. نعم. ممتاز، نكتب إن شاء الله. أمشي. تفضل. وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد. تمام، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا مولا. وبابه مثل حين قد يرد، ومثل حين، لا مش يرد، ده قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. رجاء البيت يا أم بارك الله فيك. آخر بيت معنا إن شاء الله. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع، ونون مجموع وما به التحق، ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. شيخ علي تفضل. نعم يا شيخ. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره فتح نطق. الله عليك، نكتب ونون إن شاء الله. مجموع وما نعم يا شيخ. تفضل. ونون مجموع وما به التحق، افتح وقل من بكسره نطق. فتح الله عليك وبارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل شيخنا الحبيب الشيخ عبد الحفيظ، ومعذرة أنا عطلناك والتأخير. إن شاء الله نجتهد بعد ذلك، نبدأ في السادسة، وللأمر الطارئ بنبدأ هكذا 6:30. بارك الله فيك. تفضل شيخ عبد الحفيظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وفتح الله علينا وعليكم فتوحات الخير والبركة والتيسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين تجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. أيها الأفاضل الكرام، رأينا بعض ما يتعلق بعلامات الإعراب، وقلنا أن علامات الإعراب إما أن تكون حركات، وإما أن تكون حروفا تنوب عن هذه الحركات. فالحركات هي الأصل في الإعراب، وينوب عنها الحروف. ابن مالك رحمه الله تعالى تكلم في أول باب من أبواب ما تنوب عنه الحروف عن الحركات، تكلم على الأسماء الستة، ورأينا تفصيلها ولغاتها وما يتعلق بها أمس.
واليوم إن شاء الله تعالى تكلم على الباب الثاني من أبواب النيابات، وهو المثنى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا بمضمر مضافا وصلا. المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو تعريف المثنى. ما هو المثنى؟ هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو المثنى باختصار. كل لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره وصالح للتجريد وعطف مثله عليه. مثال: رجلان. رجلان هذا لفظ دل على مثنى اثنين وزيادة في آخره، أي زيادة على مفرده، كان رجل فصارت رجلان، زدناه الألف والنون بزيادة في آخره صالح للتجريد، أي أنك إذا حذفت أحرف الزيادة وهي الألف والنون يكون المعنى تاما في بنية هذه الكلمة. رجل لو أدخلنا عليه الألف والنون تصير رجلان، لو حذفنا الألف والنون تصير رجل. لهذا قال صالح للتجريد، أي أنك إذا حذفت حروف الزيادة فإن بنيته لا تتغير. وعطف مثله عليه تقول رجل ورجل يساوي رجلان، رجل ورجل يساوي رجلان، بخلاف إذا قلت القمران. القمران هذه ملحقة بالمثنى، لماذا؟ لأنها ليست مثنى حقيقة، لأن المقصود بالقمرين الشمس والقمر. فقولهم في التعريف وعطف مثله عليه يخرج لفظ القمران، لأن اللفظ غير متحد، بخلاف إذا قلت رجل ورجل يساوي رجلان. لهذا قالوا في التعريف هو لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا التعريف. النقطة الثانية وهي الإعراب. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، نقول جاء الهاربان، جاء الهاربان، نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الهاربان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ومنه قوله تعالى: قال رجلان. من يعرب لنا هذه الجملة من الأفاضل الكرام؟ نعم يا شيخنا، قال رجلان. نعم، قال فعل ماض مبني على الفتح، نعم، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. بارك الله فيك. نعم، إذا هذا مثال المثنى المرفوع، فالمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة. قال بالألف ارفع المثنى. وكذلك مما يرفع كذلك ويعامل معاملة المثنى شبه المثنى، وهو ما كل ما لا يصدق عليه تعريف المثنى. وأشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: كلا وكلتا واثنان واثنتان، كل هذه ملحقة بالمثنى في الإعراب، ولكن من حيث التعريف لا يدخلون في مسمى التثنية. فمثلا كلا هذه لفظ دال على اثنين، ولكن ليس بزيادة في آخره ولا صالحة للتجريد،
ولا عطف مثله عليها، فهي مخالفة لتعريف المثنى، ولهذا ألحقوه وسموها ملحقات المثنى. ملحقات المثنى هي كل اسم نعطيه إعراب المثنى بحيث يكون رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء، ولكن لا يدخل في تعريف المثنى. إذا قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. الأمر الأول مما يتعلق بملحقات المثنى كلا وكلتا، هذه كلا وكلتا تعامل معاملة المثنى بشرط إذا أضيفت إلى ضمير، ولهذا ابن مالك قيدها قال إذا بمضمر مضافا وصلا. فنقول جاء الرجلان كلاهما. من يعرب هذه الجملة؟ بارك الله فيكم. جاء الرجلان كلاهما. جاء أمين شيخ. جاء شيخنا، جاء فعل ماض من على الفتح، رجلان فاعل مرفوع على مترفع لأنه مثنى. نعم. جاء الرجلان كلاهما. ما. كلاهما قلنا كلاهما مفعول به. مفعول به لمن؟ نعم، جاء الرجلان. لا، المفعول به يكون منصوب. نعم، فهي توكيد للرجلان. نعم نعم صح شيخ. كلاهما كلا هو توكيد للرجلان. أتمم الإعراب. نعم قلنا إذن كلاهما توكيد. توكيد المرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. أيوة، وهو مضاف الكاف كلاهما والهاء مضاف إليه. هما مضاف إليه، بارك الله فيكم. نعم، لهذا قال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. فكلا وكلتا إذا أضيفتا إلى ضمير فإننا نعاملهما معاملة المثنى في الإعراب، بحيث أن رفعهما يكون بالألف ونصبهما وجرهما بالياء. نقول جاء كلا، نقول جاء الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما. أما إذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر، هذا عكس ما قاله المؤلف، فيكون إعراب كلا وكلتا بالألف رفعا ونصبا وجرا. نقول جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. لهذا قيده ابن مالك بقوله إذا بمضمر مضافا وصلا. قال ثم قال كلتا كذاك. قال كلتا كذلك تعامل معاملة كلا. قال واثنان واثنتان، كذلك من ملحقات المثنى اثنان واثنتان، هذه ملحقة لأنه ليس لها واحدة من مفردها من لفظها، وليس فيها اثنون ولا اثنتون، ولكننا نعاملها معاملة المثنى. نقول رأيت اثنتين من الأشياء، وجاء اثنتان من البنات، ومرت باثنتين من البنات، وهكذا. قال كابنين وابنتين يجريان. أما ابن وابنتين فهي ليس من الملحقات بالمثنى، بل هي مثنى حقيقة. ابن وابن يعطينا ابنين، بنت أو ابنة وابنة تعطينا ابنتان،
ولهذا في هذه الأشياء التي ذكر ابن مالك هذه الأمثلة، منها ما هي ملحقة بالمثنى ومنها ما هو مثنى حقيقة، فكلا وكلتا واثنان واثنتان هؤلاء ملحقات بالمثنى، لأنه اختل شرط فيهم من حيث تعريف المثنى. أما ابنين وابنتين فهما من المثنى الحقيقي. ثم قال رحمه الله تعالى: وتخلف الياء نيابة عن الفتحة ونيابة عن الجرة ونيابة عن الكسرة، وتخلف الياء في جميعها الألف، أي في جميع ما ذكر سواء كان مثنى حقيقة أو ملحقا بالمثنى. وتخلف الياء في جميعها، جميعها الضمائر عائد على المثنى الحقيقي والملحق به، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، ودائما يكون ما قبل الياء مفتوحا في المثنى. فقال في هذا البيت بأن الياء تكون علامة للنصب والجر في المثنى بشرط أن يكون ما قبلهما مفتوحا. وتخلف الياء في جميعها الألف التي كانت علامة للرفع في المثنى جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. واضح؟ شيخنا الفاضل، نكمل الشرح. نعم، تفضل يا مولانا، تفضل خذها. نعم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبي جرور وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. الباب الثالث من أبواب النيابة، أي مما تنوب فيه الحركات عن حروف الإعراب أو على حروف الإعراب، جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. وما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فتقول: جاء المسلمون. مسلمون هذه لفظة دالة على أكثر من اثنين صالحة للتجريد بزيادة في آخره، كانت في المفرد مسلم فصارت مسلمون بزيادة الواو والنون، صالح للتجريد إذا حذفت الواو والنون فيكون المفرد لم يتغير، مسلمون لو حذفت الواو والنون تعطيك مسلم، ولهذا سمي جمع مذكر سالم لسلامة مفرده من التغيير، لسلامة مفرده من التغيير. نعم، ولهذا قال: صالح للتجريد وعطف مثله عليه، مسلم ومسلم ومسلم يعطينا مسلمون. هذا هو تعريف المثنى، عفوا، تعريف جمع المذكر السالم. وقلنا سمي جمع مذكر سالم لسلامة مفرده من التغيير، لم يتغير. قال: وارفع بواو نيابة عن الضمة، وانصبن نيابة عن الفتحة، واجرر نيابة عن الكسرة بياء ما من ال وارفع بواو وبي جرور وانصب سالم جمع عامر ومذنب. جمع المذكر سالم أيها الأفاضل الكرام يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء،
لهذا قال وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. أشار بذلك إلى أن جمع المذكر السالم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون علما وإما أن يكون وصفا صفة. جمع المذكر السالم إما أن يكون علم وإما أن يكون صفة، فيجوز أن نجمع العلم إذا توفرت فيه الشروط نجمعه جمع مذكر سالم، كما أشار إليه ابن مالك بقوله جمع عامر فنقول عامر عامرون، ومثاله للصفة مذنب نقول مذنبون. لكن أيها الأفاضل، لكل من العلم ولكل من الصفة شروط، فيشترط في العلم إذا أردنا أن نجمعه جمع مذكر سالم ونعطيه علامات إعرابه أن يكون لعاقل، أن يكون العلم لعاقل لشيء يعقل، كعامر، عامر هذا رجل يعقل. أما كلمة وابل اللي هي اسم وعلم على جبل فلا يجمع على وابلون. لماذا؟ لأنه اختل شرط من الشروط أن يكون لعاقل وأن يكون لمذكر، خرجت التأنيث فلا تجمع جمع مذكر سالم. خال من تاء التأنيث. الشرط الثالث في العلم أن يكون خاليا من تاء التأنيث، كحمزة، حمزة فلا يجمع على حمزتون. لماذا؟ لأن فيه تاء التأنيث. أن يكون كذلك خاليا من التركيب، كعبد الله لا تجمعه على عبدو الله أو عبدون الله. لماذا؟ لأنه اختل شرط. فهكذا هي شروط جمع المذكر السالم، منهم من يقول جامد ومنهم من يقول شروط العلم. جمع المذكر السالم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. إذا كان علما أو جامدا يشترط فيه أن يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وخال من التركيب. ومثاله ما توفرت فيه الشروط عامر، عامر هو لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب. القسم الثاني مما يجمع جمع مذكر سالم أن يكون صفة، وهذه الصفة يشترط فيها شروط، أن تكون صفة لمذكر، صفة لمذكر، بخلاف حائض. حائض هذه لا تجمع حائضون. لماذا؟ لأن هذه الصفة مختصة بالإناث، وإن لم تكن فيها التاء، لأن عندنا القاعدة أن الصفة إذا اختصت بها الأنثى يحذف منها التاء تخفيفا. ولهذا قال ابن مالك وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص، حائض، طاهر، طامث، وهكذا. وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. فالصفة يشترط فيها أن تكون لمذكر، وأن يشترط فيها كذلك أن تكون لعاقل، لمذكر عاقل، وخالية من تاء التأنيث كذلك، وليس من باب أفعل فعلاء، كأحمر، أحمر هذه لا نقول أحمرون. لماذا؟ لأن تأنيثه على وزن فعلاء وليس من باب أفعل فعلاء. كل اسم على صفة على وزن أفعل في المذكر ومؤنثه فعلاء لا يجمع جمع مذكر سالم. وليست كذلك من باب فعلان فعلاء،
كسكران لا يجمع على سكرانون، لماذا؟ لأن مؤنثه فعلى وليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. كذلك من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث كما نقول مثلا من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث أنا ما أذكر الآن شو اسمه المثال الذي لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، الصفة التي ليست للمذكر ولا للمؤنث. اللهم صل على محمد. على أي هذه الصفات وشروط جمع المذكر السالم إذا كان صفة، فإذا كان صفة فيشترط فيه أن يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، ليس من باب أفعل فعلاء، وليس من باب فعلان فعلاء، وليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذا قال ابن مالك: وارفع بواو وبي جرور وانصب سالم جمع عامر ومذنب. ثم قال رحمه الله تعالى: وشبه ذين، أي كذلك مما يعرب هذا الإعراب ما يسمى بملحقات جمع المذكر السالم، ما يسمى بملحقات جمع المذكر السالم، وهي أسماء العقود، وما سمي به جمع المذكر السالم وجمع التكسير، وما اختل فيه شرط من شروط جمع المذكر السالم. فهذه هي الأشياء التي تلحق بجمع المذكر السالم. قال: وشبه ذين، أي وشبه ذين، الضمير عائد على عامر ومذنب، وشبه ذين مما توفرت فيهم الشروط المذكورة سواء كان جامدا أو كان صفة. قال: وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. قال: وبه عشرون وبابه ألحق، أول باب من أبواب الإلحاق بجمع المذكر السالم أسماء العقود. أسماء العقود هي من 20 إلى 90، 20 30 40 50 60 70 80 90، تلحق بجمع المذكر السالم، وكلها ذكرت في القرآن. من يذكرنا بها؟ 20، أين وردت 20 أيها الأفاضل الكرام؟ شيخنا: ويكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بارك الله فيك. 30، ها؟ وواعدنا موسى. نعم نعم، 30 ليلة وأتممناها بعشر. نعم. فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40، 50، أين وردت 50 أو 50؟ عجيب. فاضل، ها؟ فلبث في قومه 50,000 سنة. 30 إلا 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 50 عاماً. إلا 50. أين هم الآخرين؟ نائمين. 60 أو 60، هيا أيها الأفاضل. 60 مسكينا. 60 مسكينا. 70 أو 70. أين هي 70 أو 70 في القرآن يا أهل القرآن؟
من يجيب؟ الشيخ أحمد، الشيخ عمار، عمر، أخت الكريمة، ولو كتابة أم ولاء، ولو كتابة. ثمانون، أين ورد الثمانون؟ شيخنا 70 رجلا، 70 رجلا لميقاتنا، بارك الله فيك. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. أيوة ثمانون. فاجلدوهم 80 جلدة. نعم 90 أو 90. في سورة صاد، 90 نعجة. نعم نعم إن هذا أخي له 99 نعجة. إذن نعم فأول باب من أبواب ما ألحق بجمع المذكر السالم هي أسماء العقود، تسمى بأسماء أو ألفاظ العقود، وهذه تعامل معاملة جمع المذكر السالم في الإعراب، بحيث أن رفعها يكون بالواو ونصبها وجرها بالياء. قال: وبه 20، وبابه ألحق والأهلون. هنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونترك الكلمة لشيخنا الفاضل بارك الله فيه. الأخت سألتك: لا إذا أضيفت إلى ظاهر هل نعربها بالحركات المقدرة على الألف؟ لك فيها وجهان من الإعراب، إما أن تقدري الكلمات الإعراب على الألف، فنقول: جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وإما أن تقولي على أن في المثنى لغات، من العرب من يلزم المثنى وشبهه، من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا مطلقا، فتقولي: جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع بالواو أو عفوا فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الواو، على هذه اللغة، على لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، جاز لك أن تقولي ذلك. أما اللغة الصحيحة السليمة والمشهورة أن كلا، جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع بالضم المقدر على الألف، منع من ظهورها التعذر. وجزاكم خيرا. شيخنا الفاضل، نستأذنكم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، ما شاء الله شرح جميل وممتع، حفظكم الله ونفع الله بكم وزادكم الله علما ونورا. أكرمكم الله جزاكم شيخنا، الله خير شيخنا الفاضل. حفظكم الله، السلام والسلام. عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.